ازيك يا جونيور وان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال دايما. النهارده عندنا الجزء الاول من المراجعه الثانيه، يلا بينا. اول سؤال بيقول انطق واكتب الحرف الاول مع الضبط بالشكل. هنشوف الكلمه او هنشوف الصوره ونشوف هي كلمتها بتبتدي بحرف ايه ونحط التشكيل المظبوط عليه، سواء فتحه او كسره او ضمه. طيب صوره ايه ديت؟ احنا عندنا مراجعه هنا على حروف ايه؟ الراء والحاء واللام والنون. طيب يبقى دي صورة ايه؟ احسنتم، كلمة رجل. رجل تبدأ بحرف الراء، ولكن انهي راء؟ راء راء، يبقى راء فتحة. تمام. الكلمة الثانية شايفين ايه؟ حبل. حبل تبدأ بحرف الحاء، حاء فتحة. فتحت بقي وانا بنطق حرف الحاء. والصورة التالية هي رمان. رمان، راء ضمة. أحسنتم. والصورة التالية نمر. نمر، نون فتحة. لسان. لسان، اللام. بس أنهي لام؟ قلت لا ولا لي ولا لو؟ لي. لسان. أحسنتم. نمل. نمل. نمل أولها نون فتحة. لحم. لا لا، لحم. فتحت بقي أجل، يبقى لام فتحة. حوت. حوت، حاء حتي، حاء ضمة. أحسنتم. رتب الحروف لتكون كلمة مع الضبط بالشكل. تعالوا يلا نرتب الحروف المتلخبطة دي ونعمل جملة مظبوطة. ها، الواو والجيم والنون والميم بيعملوا كلمة ايه؟ ها احسنتم، نجوم. نجوم. الراء لو ابتدينا بيها هتعمل كلمة ايه؟ الراء والشين والياء والتاء المربوطة. ها، ريشة. ريشة. الصاد والنون والحاء والألف. ها، كلمة ايه؟ حصان. حصان. أحسنتم. طيب أخذنا الكلمة دي كتير قبل كده، العين واللام والباء وآخر حاجة التاء المربوطة. لو ابتديت باللام هتعمل كلمة ايه؟ ها، لعبة. 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 تمام يا جونيور 2، جونيور 1. السؤال الثالث، أكمل الكلمات التالية باستخدام هذه الحروف، يعني حط الحروف اللي ناقصة من الكلمة. عندنا الراء واللام والحاء والنون، يا ترى إيه الكلمات اللي ناقصة؟ ها، باء وآخرها جيم، كلمة أولها باء وآخرها جيم، حط إيه؟ طب جرب كده، جرب كده بمخك، حط مرة الراء ب ب برجل. برجل. أحسنتم، برجل. هنا هاخد هنا السنة دي واعملها سنة راء، تبقى برجل. يبقى انا كده اخدت الراء. طيب الكلمة الثانية اولها حرف ثم. طيب يا جونيور 1، الكلمة التالية هي اولها او في الوسط واو بعدها ضاد، يا ترى حرف ايه؟ فاضل اللام. حط كده اللام، لا مش مظبوطة. طب حط الحاء. حوض. حوض. أحسنتم، حوض. وخليه فارد إيده عشان يمسك في الواو. كده أنا خلصت الحاء، فاضل لي حرفين. ها، فاء وفي الآخر جيم. ها، أحط إيه؟ أحط اللام ولا النون؟ جيت أحط النون لقيت الكلمة مش مظبوطة. طب أجرب اللام. ها، ثلجن. أجل، كلمة ثلجن وماسكة اللي قبلها واللي بعدها، يبقى كده كلمة ثلجن. خلصنا اللام، كده فاضل عندي حرف النون. طب أتأكد منه ازاي؟ تعالوا نحطه كده، ادي حرف النون هيعمل كلمة ايه؟ قطن. أحسنتم. يلا جونيور 1 نكمل مع السؤال الرابع اللي هو حلل الكلمات إلى مقاطع صوتية. فاكرين الأغنية كانت بتقول ايه؟ قطع 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 كل
صدف مقطع الساكن مع اللي قبله والمدي مع الممدود والمتحرك سيبه لوحده مش محتاج لحد يساعده والشدة تتقسم اتنين الأول ساكن والتاني متحرك. طيب أول كلمة عندنا هي كلمة رمان. رمان زي ما انتوا شايفين كده. هبص الأول يا ترى كلمة رمان فيها أي حاجة من اللي بتقعد مع اللي قبلها، يعني فيها مد فيها شدة أو فيها سكون؟ تعالوا نبص كده، لقيت شدة هنا ولقيت مد، يبقى خلي بالي وأنا بحلل من الشد من الشدة والمد والسكون. طيب هحط الحرف الأولاني راء قوية عليها ضمة، أبص على الميم لقيت الميم بإيه بتتحلل أو بتتكسر اتنين، ميم ساكنة عليها سكون وبعدها ميم متحركة عليها فتحة، ما أنا هنا كسرت إيه؟ الشدة. أحسنتم. بعد كده لقيت مد الألف ضعيف ما يقفش لوحده، هوقفه مع الميم، يبقى عندي إيه؟ النون. أحسنتم. طيب الكلمة اللي بعدها لس ناس، أبص عليها الاقي سكون ومد، يبقى خلي بالي وأنا بحلل، آدي النون قوية ليس هتقعد لوحدها علشان السين إيه؟ لا آدي السين ضعيفة يبقى هتقعد معاها، يبقى أول مقطع نس. طيب المقطع الثاني نون ومعها مد الألف وفي الآخر سين. طيب برجن. برجن وأنا لو قطعتها بصوتي كده بالكلام هعرف إن هي مقطعين، هما إيه؟ الباء مع الراء الضعيفة اللي عليها سكون والجيم لوحدها. طيب مسرور فيها يمين السكون وفيها ايه؟ مد واو، يبقى نعمل الميم ومعها ايه؟ السين الساكنة واقفل الباب وبعدها الراء القوية ومعها مد الواو الضعيفة واقفل الباب وفي الآخر الراء. السؤال الخامس بيقول أكمل الشبكات التالية. فاكرين انتوا لما كنا بنعمل شبكة حرف الحاء؟ فاكرين كنا بنقول هات لي كلمة فيها حرف الحاء، مثلا مرة فتحة مرة ضمة مرة كسرة مرة سكون. فهنا ممكن أقول إيه بحرف الحاء؟ ها حصان، أحمد، حور، بنوتة جميلة اسمها حور مثلا، حامد، ولد اسمه حامد. طب يا ولاد هنا بقى جايب لنا شبكة بس هنا مش على حرف، هنا على كلمة. طب ميس يعني ايه على كلمة؟ يعني انا اديلك كلمة وتجيب لي كل حاجة ليها علاقة بالكلمة دي، يعني مثلا لما اقول لك بحر بلاش الكلمة دي عليك، لو قلت لك بحر هتقولي بحر مثلا فيه ايه؟ تقولي ميس ده البحر ده مليان مية ورملة وشبكة وصنارة وصياد ومركب، شوف حاجات كتيرة قوي في البحر. طيب هنا لو قلت لك أسرة هتقولي إيه؟ أسرة أنا أسرتي فيها إيه؟ أب يعني هو بابا وفيها ماما فنقول أم. طب أنا عندي إخوات يا ميس فأقول إيه؟ أخ. ممكن أقول كمان أخت، ممكن كمان نزود إيه؟ جد، جدة، عم، عمة، خال وخالة. طيب يا ولاد السؤال رقم 6 بيقول لك انطق وارسم دائرة حول الحرف المناسب. هنبص الأول على الكلمة ونشوف الحرف اللي مكتوب تحت دوت هي فيها أنهي حرف؟ يا ترى فيها فتحة فتحت بقي ولا كسرة كسرت بقي بالحرف؟ سكون وقفت عند الحرف ولا ضميت شفايفي يعني ضمة؟ طيب هذه الكلمة أو هذه الصورة بتعبر عن إيه؟ عن مهندس لابس الخوذه بتاعته واقف في الموقع بتاع العمل، مهندس انهي نون من النون اللي تحت دولت؟ ها مهندس، مهندس وقفت وعلقت لساني عند النون اجل، يبقى انا عندي النون الساكنه ما قلتش نون فتحه ولا كسره ولا ضمه، انا قلت سكون. طب الكلمه او الصوره اللي قصادها صوره رمله او رملون، ر ر رملون، فتحت ولا كسرت ولا ضميت؟ ها شاطرين فتحت بقي بالحرف قلت رملون. طيب صورة ايه دي؟ لا مش شوز، ما تقولش شوز بالانجلش قولها بالعربي، حذاء، 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 كسرت بقي يبقى كسرة حق تحت
تحتها كسرة كلمة حذاء، دي كسرة. طيب دي عندنا كلنا في البيت بنلعب بيها، اسمها ايه؟ لعبة. لعبة، لعبة اولها فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ ها ضمت شفايفي يبقى ايه؟ ضمة. لعبة. وبكده يا جونيور 1 نبقى خلصنا المراجعة على أول جزء في المراجعة التانية، إن شاء الله هنكمل بقية المراجعة في حصة الزوم. أشوف وشكوا على خير.